أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من جاهزية واحترافية عالية عززت من دورها في الاطلاع بواجبها الوطني المقدس في ظل رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. وأشار سموه إلى أن تضحيات وبسالة رجال قوة دفاع البحرين الخالدة في ميادين العزة والبطولة إلى جانب إخوانهم من القوات المسلحة في الدول الشقيقة والصديقة من أجل حفظ أمن واستقرار المنطقة ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية لما قدمته من دروس ملهمة. جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها سموه لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. فلدى وصول سموه حفظه الله يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة. كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وقد تبادل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مع القائد العام لقوة دفاع البحرين وكبار الضباط التهانية والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين وأبنائها وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والرخاء. هذا وقد حضر المأدبة عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين.